مقسومة نصين، أنا زي حاجات كتير متقسمة على اتنين. مقسومة نصين، أنا تلج ونار وشرق وخير، أنا الحالتين. مقسومة نصين، أنا بنسى الغدر وبعفي وبرجع تاني وبكره ضعفي وبضيع نفسي الحاجة اللي أنا ضيعت عشانها سنين. مش واضحة ملامح صورتي ويسألوا أسئلة فوق ما قدرتي. إيه مدالي ورا نضارتي، ضحكة دي ولا دمعتي؟ أنا بنسى الغدر وبعفي وبرجع تاني وبكره ضعفي وبضيع نفسي الحاجة اللي أنا ضيعت عشانها سنين. مش واضحة ملامح صورتي ويسألوا أسئلة فوق ما قدرتي. إيه مدالي ورا نضارتي، ضحكة دي ولا دمعتي؟ ولا حد فينا عارف يتغير من أول وجديد، والوحدة بتزيد. ما خلاص محدش بيقدر أبدا ولا خد بالإيد. لا الدنيا بتفيد، أنا بنسى الغدر وبعفي وبرجع تاني وبكره ضعفي وبضيع نفسي الحاجة اللي أنا ضيعت عشانها سنين. مش واضحة ملامح صورتي ويسألوا أسئلة فوق ما قدرتي. إيه مدالي ورا نضارتي، ضحكة دي ولا دمعتي؟ أنا بنسى الغدر وبعفي وبرجع تاني وبكره ضعفي وبضيع نفسي الحاجة اللي أنا ضيعت عشانها سنين. مش واضحة ملامح صورتي ويسألوا أسئلة فوق ما قدرتي. إيه مدالي ورا نضارتي، ضحكة دي ولا دمعتي؟ مفيش حد عنده الفرصة يقتل عاصم غير ملك. وليه تقتل أبوها؟ إيه مصلحتها في إنها تقتله؟ مشاكل نفسية، جنان، أي حاجة، أنا معرفهاش. بس أكبر دليل على إن هي اللي قتلت الكلام اللي قالته لمراتك، وأنت بتقول إنه ما حصلش. وبعدين مش المكالمة جات لماما؟ يبقى أكيد كان مقصود إن ماما هي اللي تروح مش أنت. ولأن حضرتك غيرت لها في الخطة ورحت، حبت تضيف جزء الكلام اللي قالته لمراتك، وعشان كده راحت واعترفت على نفسها بدالك. ممكن حد يخدع الناس كلها الوقت ده كله؟ ملك خدعتنا طول الوقت ده بطيبتها وذوقها. انا مش قادر اصدق. قد كده انا كنت عبيطه. الثقه مش عبط يا منى، انا كمان حبيت عشق ووثقت فيها، وده اللي خلاها تخدعني وتضحك عليا، وزمانها دلوقتي بتقول لنفسها اني عبيط. عشق او ملك، قدرت تعيش في دنيتين مالهمش دعوه ببعض، وطول الوقت قدرت تحافظ على ده. انا متاكده ان هي اللي كانت ورا موضوع الشيكات بتاعي، لمجرد اني ربطت الدنيتين ببعض من غير قصد. انت ما سمعتش المثل اللي بيقول صاحبك اللي بتحبه لا تعامله ولا تناسبه؟ انا مش عايزه اي تفاصيل تخش في علاقتنا البوظه، وبعدين انا ما فهمش حاجه في شغل الحاضر. سوري، فيهم حاجه مهمه دول؟ كلهم مهمين، بس دول شيكين ب 2 مليون جنيه بتوع عميل. يا نهار اسود، وعايزني اشتغل معاك؟ ده انا خرب بيتك في ربع ساعه. معقول يعني انا كل ده بحب وهم؟ شخصيه مش موجوده. بس انت بصراحه طول عمرك فيك الحته دي. فاكر لما افتكرت ان بنت الجيران واقفه لك ورا الشباك وبتبص لك، وفضلت تراقبها وهي طالعه وهي نازله لغايه ما راحت اشتكت لماما؟ فريده بعد اذنك، انت عارفه ان الموضوع ده بيحرجني.
وانت ايه اللي يحرجك يا استاذ اسر؟ مش البنت كانت فعلا بتقف ورا الشباك؟ اصلها ما طلعتش هي، طلعت مانيكان مركون على الحيطه. فريده، يعني الكلام اللي انتوا بتقولوه ده لو رحنا قدام القسم او النيابه هنقدر نثبته ونطلع نجاب؟ الكلام ده محتاج خطه بخطوات محسوبه، والا ملك او عشق هتضحك علينا كلنا زي كل مره. بتعملي ايه؟ الحته دي ما كانش بيراعيها غير عمراتي، قلت اما اخد بالي منها شويه لغايه ما نجيب حد بديل. لا بنتي عسل، اقول واخده بالك من كل حاجه كده حتى الزرع؟ والله ما عارف اعمل ايه من غيرك يا ملك لما تسافري لندن. ما تقفرش، عادي يعني، هتعيش انت ودعاء وهتنزل. سلافي، بقول لك ايه؟ انا عايزه اقول لك على حاجه بس مش عايزه ابقى ضايخه. ايه؟ قول له دعاء تبطل حركتها شويه اليومين دول. احنا ما بقناش في ظروف تسمح بالكلام ده. خليها تأجلها شويه. لغايه اما نفوق حد. عمالك صدقني دعاء بتحبك. المهم طيب انت حددتي ميعاد السفر؟ لسه. احتمال الاسبوع اللي جاي. انا لعلمك عايزه اسافر بسرعه عشان ماما مش عشان اي حاجه تانية. هي اللي محتاجه السفريه دي اكتر مني. عايزه ابعدها عن الفيلا والذكريات وكل الجو الكئيب ده. معاكي حق طبعا. ربنا يكون في عونها اللي شافته مش قريب. انا عايزك تعدي عليها قبل ما تمشي، كلمها في اي حاجه عشان هي ما خرجتش النهارده من الاوضه. حاضر. بقول لك ايه، ما تيجي معانا نطلع لها سوا؟ انا طلعت لها النهارده، انا عارفه ان دخلتك انت عليها هتفرق معايا. بس حاول تبقى جنبها شويه اليومين دول، هي محتاجاني. حاضر. مش عشق بس اللي كانت بتخدعك يا دكتور، ملك كمان كانت بتخدعك. ملك كانت دايما متعاونه معايا، عايزه تخلص من عشق. ما هي دي الخدعه، لكن انا لما قعدت فكرت لقيت ان عشق وملك كانوا بيتقسموا الادوار بينهم. اللي بتقوليه ده ما يخشش العقل. المفروض ان عشق دي محاوله من ملك لتعويض غياب اختها اللي بتحتاج لها لما تكون في موقف صعب مش عارف تتصرف فيه. سامع انت بتقول ايه؟ معنى كده ان العلاقه بينهم علاقه تعاون مش علاقه خصومه. زي اي اتنين قاعدين في شقه واحده، ممكن يكون بينهم مشاكل لكن في بينهم كمان تعاون، والا واحد فيهم هيطفش التاني. تفتكري ممكن اصدق الكلام الفارغ اللي انت بتقوليه ده؟ انا مش عايزاك تصدق، انا عايزاك تتاكد. شوف وانت تعرف بنفسك. مش هشوف حاجه. انت بتقولي اي كلام عشان تطلع ابوك من السجن؟ بابا خرج، ماما هي اللي اعترفت عشان تنجي بابا. صدقت الكلام اللي ملك قالته وان بابا عارف. الحكايه طلعت صح، والا امك ما كانتش اعترفت. نصها صح. اه كان في علاقه بين ماما والدكتور عاصم، بس بابا ما يعرفش اي حاجه عنها. مش مصدق ولا كلمه من اللي انت بتقوليها دي. بعد اذنك. طب استنى، واجه ملك وانت تعرف الحقيقه. اسالها. انا اعمل نفسي ما سمعتش حاجه وما قابلتكيش اساسا. يعني انت تفضل انك تعيش عنها ولا تعرف الحقيقه؟ لا، ما احسن بكتير في الحاله دي. الاهم من ده كله، هتعمل ايه يا هشام؟ ولا حاجه، مش هعمل حاجه خالص. بالبساطه دي يعني تبقى عارف ان هي اللي قاتله وفي واحد بريء هيتشني مكانها وتقعد كده وما تعملش حاجه؟ انا دكتور مش جاي لتنفيذ قانون. طب وضميرك؟ اعتقد ان الدكتور عاصم كان صاحبك. القانون بيمنعني اقول اسرار المريض بتاعي، لو حصل ورحت وقلت هتشتب من النقابه. ياه، هو ده كل اللي همك؟ مستقبلك ومهنتك؟ هو ده الموضوع بالنسبه لك؟ قانون حمايه حقوق المريض ميثاق دولي بيتطبق في مصر زي امريكا. طب والحق والعدل مكانهم فين عندك يا دكتور؟ على فكره انا مستغربك جدا يا نادين، طول عمري بقول عليك شخصيه مش عاطفيه، والمنطق والعقل هما اللي بيحكموا تصرفاتك، وده اللي خلاكي سبتيني وسافرتي امريكا. واضح انك فهمتني غلط يا دكتور، انا سافرت لاني عمري ما كنت مطمنه لك ولا حسستني بالامان، علشان كده سافرت ودلوقتي اهو بتثبت لي ان انا كنت صح. كلامي فيه اهانه ما قبلهاش. ولا اهانه ولا حاجه يا دكتور، ما هي واضحه هي زي الشمس. ما تضطرنيش اقول لك يا دكتور. غير ما تقول يا دكتور، انا ماشيه قبل ما تقولها. يا صافي، فين سكريبت الحلقة؟ أنا آسف، ما أعرفش إنك هنا. لا مفيش حاجة. أنا عارف إنك مش عايزة تشوفيني. صافي قالت لي ده اللي خلاني ماليش العزم. بقى في حياتك. حياتك الباقي.
انت هترجعي المحطه؟ لا انا جالي شغل في محطه في لندن وجايه اخلص شويه ورق وماشي. هتسافري؟ اه هسافر. ايه يا صوفي تاخرت كده ليه؟ اصل انا صوفي من فضلك لما تخلصي هاتي لي سكريبت جديد. سافري بالسلامة بعد اذنك. اتفضل. انت مش قلتي انه اجازه النهارده؟ كان اجازه بس حصلت مشاكل واستدعوه. انا مش فاهمه حطيتيني في موقف زي الزفت وبعدين لازمته ايه ان انا اجي اصلا؟ ما كنت انت مضيتي الورق ده. ما كانش ينفع. ماشي يا صوفي هاتي الورق. طب انت زعلانه مني؟ لا خلاص مش مهم هاتي. طب هخلص الشغل وعدي عليك. لا معلش مش هينفع خليها يوم تاني بقى. انت ازاي جات لك الجرأة تدخل بيتي وتقولي كلام زي ده؟ ما كانش في طريقة تانية. أنا عارف ومتأكد إن ضميرك هيقولك الصح. أنت فاهم أنت بتقول إيه؟ فاهم وعارف الكلام ده بالنسبة لك إيه، بس هي دي الحقيقة. أنت جاي تهد الدنيا على دماغي وتقولي إني كنت عايشة في وقت؟ كوسي كان على علاقة مشغلتش وبنتي قتلت كوسي. أنا مقدر مشاعرك جدا ومش جاي أهد حاجة، اعتبري كل اللي بقوله لك تشكوك. أنا عايزك تتأكد إن هو غلط. غلط؟ مش محتاجة نتأكد. عشان ما شفتيش عشق. أنا عارفها كويس وعارف تقدر تعمل إيه. مش بتقول عشق ماتت. ما هي مالك عاملة نفسها عشق؟ أنا كنت خاطبها وكنا هنتجوز. وجيه. أنا بطلب من حضرتك دلوقتي إنك تنادي على عشق ولا ملك ولا أيا كان اسمها إيه وتسأليها. ملك مش موجود هنا. وأنا مش ممكن أعرض بنتي موقف زي ده. إذا كنت خايفة عليها اطمني. موقفها القانوني سليم 100%. هي ما كانتش مدركة هي بتعمل إيه. فهتقضي 6 شهور في مستشفى حكومي بعد كده انتوا هتودوها مستشفى تانية والموضوع هيبقى تمام. عايزني احط بنتي في مستشفى المجانين؟ لو خايف عليها بجد يبقى لازم تعرفي الحقيقه، مش تقولي ان كل حاجه تمام ومفيش مشاكل. من فضلك اطلع بره. واضح انك كنت عارفه جزء من الحقيقه. او على الاقل حاسه بيها. كلام بيقول كده. بس انا اسف انا هضطر اخرج من هنا وبلغ البوليس وهو هيتصرف. بس خلي بالك موقفها هيكون اسوأ بكتير من انكم تروحوا تسلموها. في معاد سابق؟ الحقيقة لا. معلش ممكن استأذنك بس تقولي له مازن أبو النور. قولي له بخصوص ملك عاصم أبو النور. طب اتفضل حضرتك ارتاح وأنا هدخل أبلغ. اتفضل. للدكتور عشان يشوف المعالج. النجاة وقالت لك نفس الكلام الفارغ اللي جت قالته لي صح؟ لا جه المحامي اللي اسمه ياسر. هو عمرو هما الاثنين مشتركين فيها عشان يطلعوا نجاة. حبيبتي ما تصدقيش ولا كلمه من اللي هما بيقولوها، كله كذب. ولما انت عارف كده جيت هنا ليه؟ جت اللحظه وشكيت. بس دلوقتي انا متاكد ان هم كدابين. وانا كمان.
جيت تلاقيني شكيت. اللي بيقوله صعب قوي، يشوه كل حاجه في حياتنا يا ماما. يلا بينا. تفضل يا استاذ، الدكتور في انتظارك. وده تليفون المتهم، حضرتك لو بصيت فيها هتلاقي تليفون من الدكتور عاصم لنجاته. حضرتك لو قارنت توقيت المكالمة بتوقيت الوفاة هتلاقي ان المكالمة حصلت بعد الوفاة. الكلام ده كلام فاضي، لان الفرق دقايق، ودي حاجة صعب الطب الشرعي يحسمها. ما تقول لها يا استاذ ياسر. طب حضرتك ده تخطيط الغلطة. ازاي حضرتك ماما، قصدي يعني المتهمة، تكون عدت على الفيلا ودخلت كمان من غير ما تعدي على راضي؟ دي حاجة اصلا تخليني اشك ان في مؤامرة بين نجاته وبين راضي، وعاملين الجريمة مع بعض، وكل واحد فيهم عايز يحمي التاني بطريقته. طب حضرتك مش هتخسر حاجة، استدعي ملك واسألها. بصي، انا مقدر موقفك، بس اللي انت بتقوليه ده مش كفاية عشان يعدل مسار القضية، بل بالعكس، انا لو خدت كلامك بجدية هقبض على راضي واوجه له تهمة مع نجاة. الوهم اللي بتقول عليه ده هو اللي خلاني اقدر اكمل واعيش، من غيره ما كنتش هعرف اكمل. تقدر تقولي كنت هبص في وشه كل يوم ازاي الصبح وانا عارفه ان هو اللي قتل اختي؟ ليه؟ اكتر خفت منه، كل ما بيفتح باب الاوضه ويدخل عليا كنت بفتكر انه هيخنقني زيها، كنت بترعش لما بيجي يغطيني ويمثل دور الاب. ساعات بحس ان انا عايزه اقول له شيل ايدك بعيد عني، ايدك دي اللي قتلتها. هي دي الحقيقه، انا عارف انها مره بس حقيقه. يعني عاصم تلاش ده كلام ملك، بس غالبا صح كده. الحالة بقت اتفسرت تماما، صدمة موت اختها قدامها هو اللي سبب لها الضبط بالسمارتي. ملك، هي اللي قتلت بابا؟ انا عارف ان كمل حقايق كتير، بس انا ما قدرتش اجزئها لكم. وبعدين هنعمل ايه؟ انا بنصح انها تخش مصحة، لانها ممكن تبقى خطر على الناس الموجودين حواليها. احنا كلنا مسافرين لندن. ممكن تخش مصحة في لندن، بس في الحالة دي انا هكتب تقرير مفصل للدكتور اللي هيعالجها هناك. معلش يا دكتور، احنا مش هنقدر ناخد اي قرار دلوقتي، استأذنك بس ادينا وقت عشان نعرف نستوعب اللي حصل ده. انا مقدر اللي انت فيه، بس ارجوك بسرعة، الحالة بتتدهور مع الوقت. للأسف كل اللي عملناه ما ينفعش. الحكاية مش سهلة ومحتاجة أكتر من محاولة. يعني نجات هتشيل التهمة؟ تغيير مسار القضية محتاج دليل، بالعكس الكلام اللي احنا قلناه ممكن يخلي المباحث تتهم الأستاذ راضي كمان. مش هي، والله العظيم ما هي، والله العظيم ما هي. اهدى اهدى يا أستاذ راضي، كل حاجة لها حل، وبعدين احنا لسه في أول السكة. طب ممكن تريح جوه شوية لحد ما منا تيجي؟ أنا السبب في كل اللي حصل، أنا السبب. وأنت ذنبك إيه بس؟ زمان وهي شايلة الهم، معرفتش أوريها ولا يوم كويس، كانت ساكتة وصابرة، ما شافتش معايا غير الذل والمرار. اهدى يا عم راضي، اهدى، ما تعملش في نفسك كده. اتفضل يا فندم. استدهاد دي فيها اعترافات مهمة تخص قضية قتل الدكتور عاصم أبو النور. تمام، استدهاد معايا وهنعملها مشاهدة، بس يا ريت تحكي لي الحكاية. مش هينفع يا فندم، لازم حضرتك تشوفهم الأول وبعدين أنا هحكي لك. أنا هسيب لحضرتك رقم تليفوني، وبمجرد ما تخلص مشاهدة كلمني وأنا هحكي لك على كل حاجة. أيوة بس أكيد حضرتك فاهمة إن استدهاد دي متسجلة من غير إذن نيابة، يعني مش هينفع تبقى دليل. مش مهم، المهم إن الحقيقة تبان. ايدك يا ناس، هات ايدك.
بس انا مش قادر. معاكي رايحه حبيبتي معاكي. خلي بس عينينا عليها لغاية ما تحس، لغاية ما نشوف هنعمل ايه. الموضوع كل شوية بيتعقد أكتر وأنا ما بقتش لاقية له حل. مش مهم، أنا كنت عارفة من الأول. أبوك يعرف حاجة؟ لا ما عرفش حاجة الحمد لله. أمانة عليك يا مين، حاسنك عليها يا مدين. أبوك يعرف حاجة يا ماما؟ أنت في إيه ولا في إيه بس؟ مش عايزة كرامته تتجرح. أبوك ده عامل زي الإزاز، أي خبطة صغيرة هتشوخه، دي خبطة كبيرة أوي. طب وأنت؟ وأنت يا ماما؟ متشغليش نفسك بيه، ده تمن لازم أدفعه، الغلط يدفع التمن، بس ربنا يعلم. لكن بخطري ولكن برضاي. تبقي ما غلطتيش، ما غلطتيش يا ماما. لا غلي، غلطتي في سكوتي. عارفه يا منى الفرق بين الصح والغلط شعر. انا خفت اصرخ ابوكي يسمع فنسيب البيت فسكت. ماما انا مش عايزه اسمع اي حاجه عن الموضوع ده من فضلك. انا دفعت تمن سكوتي سنين طويله، حتى مليت ان هو كمان لازم يدفع، بس للاسف دفعته ارخص حاجة في الدنيا فلوس. انت عشتي شايلة الذنب ده كله لوحدك. وهي منها تقف في المكان اللي ما تعرفيش تصرخي فيه ولا تقولي لا، عشان تفضل راسك مرفوعة. حاضر حاضر يا ماما. ادخل. ماما ايه يا حبيبتي، كنت فين طول النهار؟ قلقتيني عليكي. انا عايزه احط عليكي يا ملك، تعالي فوتي. يا سلام بس كده. صباح. نعم يا دكتور هشام. فين السيديهات اللي بتاعت المكتب؟ دكتورة نادين جت من حوالي ساعة خدتهم وقالت لي أبلغ. وإزاي تسيبيها تعمل كده؟ حضرتك كانت بتتفرج دايما على السيديهات دي. خلاص خلاص.
الو الو يا دكتور، انت خدت سيديهات ملك؟ طب من فضلك السيديهات ترجع. للاسف يا دكتور هشام مش هقدر. عموما ما تقلقش عليهم، هما دلوقتي بقوا في الحفظ والسوق. انا وديتهم البوليس. انت زعلان ليه؟ انا اللي اخدتهم مش انت. تقدر تروح القسم تعمل لي محضر وتقول ان انا سرقتهم كمان. عموما خلاص الموضوع انتهى، وانا دلوقتي في طريقي للمطار وطيرتي كمان ساعتين. انا مش هقدر استحمل زعيقك اكتر من كده ومضطر اقفل السكه. ملك مش هسيبك. مش حرمانكم من حاجة، اهو جبنالكم بالجوز. بسم الله ما شاء الله، عشقة حلوة قوي يا مازن. لا طبعا ملك احمد يا حبيبتي. يا حبيبي ما هم توأم حصوا في عين المصلى على النبي. الله اكبر الله اكبر، من كل عين بصاصة تتدب فيها رصاصة. بصلى على النبي يا صوفي، ما سمعتكيش. ما صليت يا طن، وانا يعني هحسدهم؟ دي كلها شهر اصلا واللمة دي كلها تبقى عندنا. لا احنا نعمل السبوع هنا اوسع عشان حتى ما نوسخش البيت عندنا. يا خالتي احنا نعمل السبوع عندكم ممكن؟ يا حبيبي تشرف. اتشرفوا ايه، ما تتكيش قوي، احسن يعملها بجد. صافي بس تشد حيلها والبيت كله تحت امرها. طب انا في حاجه نفسي اعملها من وانا عيل صغير والنبي يا ايوه. اسمع كلام امك، ما تسمعش كلام ابوك. اسمع كلام ستك ام امك، ما تسمعش كلام ستك ام ابوك. كده برضو يا عمر؟ طب خلاص خلاص يا بنات، ما تسمعوش كلام اي حد. انا مين؟ يا اولاد يا اولاد، تعالوا 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 يلا تعالوا. ايوه كده. يا ربي يا ربي يا ربي.
نفسيت لولا تبقى معانا دلوقتي وتفرح. ربنا يفك سجنها يا ماما، احنا عايزين نتبسط. لا يا منى، لا يا بنتي، انا مش هقدر ارفع عيني في عينه. خليني هنا هنا في الاوضه، انا هسمع كل حاجه كاني معاكم بالظبط. يا ماما هو طلقك خلاص، اعتبريه راجل غريب عشان خاطر انا محتاجاكي جنبي النهارده. عشان خاطرنا ما تتعملينيش يا بنتي، اصلا كتر خير الدنيا اللي انا معاكوا هنا. ادخل. ايه يا حبيبتي؟ مش يلا بينا بقى ولا ايه؟ انت وشطارتك يا ياسر، خرج حماتك وانا هخرج. ايه يا ست كل؟ في ايه بس؟ هما الجماعه اللي جوه دول اتاخروا ليه كده؟ عروسه بقى وبتدلع شويه. الله، طب ما انت كنتي عروسه وما تدلعتيش، ده انا اتجوزتك في منت. ايه ده؟ انت هتتريق ولا ايه؟ اتفضل قدامي يا استاذ. على فين؟ عشان تجيب الاطباق والشوك والمعالق والسكاكين. ماشي اجيبهم بس اعملي حسابك مش هتدبس في غسيلهم زي الاسبوع اللي فات. لوجي روحي شوفي خالو اسر اتاخر ليه وقولي له يلا. على فكره راضي، انا مستجدعك قوي انك وافقت ان ما بتفهمش لحقها، وانا راجل ما يفوتنيش الحق. صباح الخير. صباح النور. ما كانش لازم تتعب نفسك وتيجي تقول. ما ينفعش افوت زياره واحده. شفتي يا ماما؟ جاب لي الورد اللي انا بحبه. حلو قوي يا حبيبتي. ربنا يخليك يا طارق. اتفضل يا طارق، اتفضل. اخبار المحطه ايه؟ كل الناس بتسال عليك. انا المايك وحشني قوي. حبيبتي ان شاء الله هتخرجي وهترجعي تاني لشغلك. يا ريت بقى يا ماما. انا تعبت قوي هنا. معلش يا مك، خلاص هانت بقى ان شاء الله. المره الجايه الدكاتره هيقولوا ان انت هتخرجي امتى. لو سمحتوا يا جماعه الزياره الجايه. حاضر. باي ماما. بيبوسيني ملك وعيشه قوي، انا نفسي اشوفه. حاضر يا حبيبتي. ملك وعيشه مين؟ الولاد ماسك. جيبهم لك يا ستي المره الجايه. ارفعي ايدك لفوق. سيبنا كمان. ايوه. يلا باي باي. باي باي. باي باي. باي يا حبيبتي. ما يا ترى؟ ماما. ايوه يا حبيبتي. اول ما صفي تولد بيكلميني وطمنيني جابت ايه. حاضر يا حبيبتي. اخبار الدكتور الجديد ايه؟ ان شاء الله خير. هو قرا التقارير القديمه وان شاء الله بعد الزياره هيقابلها ويكتب تقرير جديد. ما تقلقيش. يا رب خير. ان شاء الله. ادخل. صباح الخير. صباح النور. انا احمد الدكتور الجديد بتاعك. اهلا يا دكتور. قولي لي بقى يا ستي انت اسمك ايه؟ انا